رمضان شهر الخير والبركات وفضائل الأعمال الصدقات وتواصل الأرحام فيما بينهم بالبر والإحسان والقربات ومودة ومحبة وتراحم وتسامح بالعفو والدعوات تسمو النفوس وترتقي أرواحها بقراءة القرآن والصلوات وبه المحبة أثرت في قلوبنا وتغلغلت في الروح والشغفات والمسلمون وقد تجمع شملهم وتآلفوا بالخير والبركات كرماؤهم جادوا على فقرائهم فازوا ونالوا أعظم الدرجات رمضان بدر قد تلالى نوره يجلو ويمحو أسود الصفحات وبه من الأيام أفضل ليلة من ألف شهر في رؤى السنوات هي ليلة القدر التي أفضلها رب البرايا نزل الآيات هي ليلة من قامها نال المنى والعفو والغفران والجنات وترى الملائكة الكرام بنورها راحت تجوب الأرض والسماوات بقيامها خير كبير وافر تجني عظيم الأجر والحسنات هذا هو الشهر الذي قد خصه رب العباد بمحكم الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم.